guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha Jubaland ayaa xilli dhow oo caawa waxay ku dhawaaqeen xubnaha baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka Jubaland. Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Jubaland ayaa ku dhawaaqay 37 xubnood oo ka mid ah baarlamaanka Jubaland. Haddaba guddigu waxa uu si rasmi ah u shaaciyay magacyada xubnaha cusub ee baarlamaanka Jubaland waxayna kala yihiin كو عبد السلام حسن ورسمي عبد الجبار تامع علمي عبد الرشيد ديري عثمان أبشير أحمد كديه هيرد إسماعيل محمد بشير أحمد عمر محمود أحمد ورسمي مصدف مامو قيدي شيخ محمد عبد السلام إسماعيل قيدي كيرو عبد محمد عبد الرحمن حسين شينو علي إسحاق محمد حسن إسحاق حسين إبراهيم مختار حاتم محمد فرحان عبد الله محمد أحمد شريف شعيب عمر حسن أبو عبد محمد أبو فوس علي عبد الرحمن عباس علي إبراهيم خليف هاشم نورجيدي علي عبد الله إبراهيم فاضمة علي عبد الكريم صلاد عمر مقانجة عبد بالي حسين خديجة أحمد إبراهيم عبد النور علي آذن عبد الرحمن عشر محمود عبد الرساق محمد علي محمود عبد الرشيد حسن فارح محمود علي الشراء عبد الرحمن حاج عبد القادر دكتور شريع عبد محمد بلا عبد الله عبدي عبدي يرو حسين فارح ابراهيم حسن علي محمد عبد الله اذن خليف يوسف عبد محمد عبدي بشير فاقد برالي تامع عبد قوره يوسف محمود قرحان محمد داود عمر محمد بهر علي يوسف عبد ورديره عبد الرحمن عبد الله يوسف محمد ابراهيم علي محمد أفي محمود ناصر عبد مومن بوتا أحمد إفتين محمود إيو قدنبين عاش علي بشير قدقة دورشو ينكي حدودها مضح بنان إمام القبلات كتبلان أيا كورا واغاي حبناكا كوبان صدحي تضباطن حمناوضا وكميدا وحال الشيقة إياه إن قدقو لبادا حمناوضا ديمانا يكورا واغي دونان مالي نمادا بريتا بارلمان كعصوب إيه مامول قبلت كتبلان كدي مركا لداريو وحاوية لا إنا إسكاد حدورتان قدقة هاجي لها بارلمان كتبلان ووغوه الرئيو قدمية بارلمان كتبلان إيه كحقين كيسا سيدو كريا هاوشا وغمهيمسان إيه علوس أيها دورشادة كتبلان إيه دولة فيلا إيه إن مرباد لو دورتو حلك مدحتني مداسي مدحوينا هادا حلك هيا مدن أحمد محمد إسلان أحمد مدوبي